الو، الو، ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله. ماما صوتك باين عليه زعلان. هي نورا حكت لك؟ نورا ما حكتليش اي حاجه، لكن انا عرفت من صوتك بيبان عليه، وده معناه انك طيب واللي في قلبك بيبان. طب يا ريت تعلمي نورا تشوفني كده زي ما انت شايفاني. عايزها تشوفك من غير عينين يا دكتور؟ لا، تشوفني بقلبها زي ما انت بتشوفيني. هيحصل يا ابني، بس الكلام ده يا حبيبي ما يبقاش بين يوم وليله، ونورا لسه صغيره. بس قلبها مش شايفني يا ماما، وطول الوقت حاسس انها مش معايا. لكن بتحبك. حتى ده ما بقتش واثق فيه. بس انا امها، وعارفه ان نورا بتحبك وانت كمان بتحبها، بس لسه اصبر على بال ما تتطبقوا على بعض. انت عرفت هي قالت لي ايه؟ لا لا لا، ما تحكيليش حاجه في التليفون. انا بكره الصبح هستناك نفطر مع بعض ونتكلم ان شاء الله. على الاقل توصي نور عليها شويه. هو ايه يا ابني الصوت اللي عندك ده؟ لا لا لا، هتلاقي حاله وفاه ولا حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا ابني هسيبك لشغلك وهستناك. مع الف سلامه. مع السلامه. عز الله يخرب بيتك. معلش معلش يا دكتور احمد، والنبي ما تخرج عشان مش عايز مشاكل. يعني احنا هنسيب زمايلنا تحت كده لوحدهم؟ ما الامن كله تحت. ما احنا لازم نبقى معاهم كمان. اللي بيحصل ده اسمه بلطجه وما يتسكتش عليه. يا دكتور دول ناس غلابه ومصدومين في موت ابنهم. يا سيدي ربنا يصبرهم، بس الناس اللي في المستشفى ذنبها ايه؟ دي اعمار. اهو زعلانين شويه والوقت هيسكتوا. ده مش مبرر يا عباس. انت بلغت البوليس؟ لا طبعا. انت عايز دكتور مجدي يخرب بيتنا؟ ليه؟ ما في تعدي على المستشفى اهو. دي تعليماته، وبعدين هو عارف، ولو كان عايز يبلغ كان بلغ. ده تهريج. انا هاخد الاستاف دلوقتي كله وننزل لزمايلنا حالا. يبقى انت كده بتقطع عيشي. ابوس ايدك. لا 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 لا، اهدى يا دكتور احمد، ما تحسنيش اني غلطت لما قلت لك. يا عزه الدكاتره لازم يبقى ليهم وقفه في التعديات دي. ذنبهم ايه زمايلنا في الطوارئ والاستقبال عشان يحصل معاهم كل ده؟ عندك حق. يبقى شوف الموضوع ده مع دكتور مجدي بعدين، ومش لوحدك. انا اسفه، هو كفايه قرش ملحتك من غير حاجه. يعمل اللي يعمله، انا مش هسكت. بتعمل ايه يا عباس؟ يا عباس انت هتحبسني ولا ايه؟ اهدى يا دكتور، هو برضه غصب عنه. ماشي يا عباس ماشي. انت تعرفي المريض اللي تحت ده مات ازاي؟ اللي عرفته انه كان داخل يعمل عمليه وما استحملش برضه. الله، مش غريبه دي؟ يعني ايه؟ لا ولا حاجه. المهم هنخرج دلوقتي ازاي؟ ثانيه واحده، ما تقلقش. الو، ايوه يا نجوى، بقول